أهلا بكم من جديد. انتقلت السلطة من حافظ الأسد إلى بشار الأسد بالتوريث الذي حصل في البرلمان كما تعلم ويعلم الجميع، ولكنك بقيت على نفس الزاوية التي اتخذتها لنفسك لمراقبة الواقع السوري ونقده باستمرار، رغم فشل تجربتك في المساهمة في الإصلاح كما روج آنذاك، لم يسمح لك بالمساهمة فيه حتى توترت العلاقة بينك وبين النظام إلى درجة أنك اتهمت بتهم كبيرة جدا، محاولة تعديل الدستور عنوة، إثارة النعرات الطائفية إلى آخره، كثير من التهم، ودخلت السجن. كيف حصل هذا؟ كنا نقول، يعني عد إلى نظرية المستبد العادل، أن المستبد العادل المستبد ما في عنده حرية سياسية، ولكنه يقوم بتوزيع العدل، وبالتالي إراحة الناس في حياتهم العامة، في حياتهم الاقتصادية، في علاقاتهم الاجتماعية إلى آخره، ويضرب المثل في مثلا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز عندما لم يبقى في مملكته إنسان محتاج. وهذا المثال إذا بتسمح لي دكتور عارف، يعني روج الفكر القومي العربي لهذا المثال المستبد العادل، رغم أنه يعني لا يستقيم أن يكون مستبد وعادل. ومثالهم كان عمر بن الخطاب، أنه كان يعني الخليفة الثاني، ودلل دلالة على فشل هذا المثال هو أن علي بن أبي طالب كان أكثر العادلين، نعم، ولكنه فشل بطريقة مريعة جدا سياسيا، لأن العوامل الاقتصادية والمصالح والأنانيات وإلى آخره تفوقت على المبادئ. ومنذ ذلك، وهذا شيء طبيعي، لذلك نحن كمثقفين كمفكرين كسياسيين لا نؤمن بهذه النظرية. نعم. لنفترض أنها حدثت في زمان أو مكان ما، نعم، فعلا فهو حادث، حالة شاذة، نعم، لا يقاس عليها. إذن روج وقيل لكم وقيل للسوريين أنكم عليكم أن تقبلوا بنظرية المستبد العادل في بداية الألفية مع بشار الأسد. الناس كانت بحاجة إلى أي أمل تتعلق به، نعم، وبالتالي الناس ليس لديها مانع إذا كان هناك إمكانية للبدء بالإصلاح الاقتصادي، للبدء بالإصلاح، رغم أنه من الناحية النظرية هذا لا يستقيم. بداية البدايات هو الإنسان يتميز عن الحيوان بالفكر وبالحرية. استمريت كما كنت أقول رأيي في الخطأ والصح، أنا إنسان أقول رأيي، لا أدعي بأن كل ما أقوله صحيح، ولكن لي الحق أن أقدم رأيي وأن أنتظر ردود فعل أخرى أيضا، كل يقول رأيه، لكن بدلا من هذا يتطلب حرية سياسية، حرية فكرية، نعم، يتطلب التركيز على أن المواطن مسؤول وليس عبد. بدلا من ذلك والافتقادنا للحرية السياسية، وضعنا في السجن، في الزنزانة. قبل أن أجي إلى هنا أحد عناصر الأمن سألني بماذا كنت متهما. كنت متهما، قلت اتهمت بإضعاف هيبة الدولة وبالاعتداء على الدستور ومحاولة تغييره بالقوة. كان لدي لواء من الدبابات والطائرات، فجهزتهم وأردت أن أقصف السلطات العامة لكي يجبرها على تغيير الدستور، ولذلك قبض علي واتهمت بهذه التهمة وعقوبتها 10 سنوات سجن. شيء مثير للسخرية والألم، وهذا أكبر جواب على السؤال الأساسي، لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا ونتخلف؟ أظن عناصر الجواب على هذا السؤال هو في هذه الاعتقالات التي لم أكن أنا وحدي ضحيتها، كان ضحيتها عشرات الآلاف على مدى عشرات السنوات، لم يرتكبوا أي جرم على الإطلاق سوى إبداء الرأي المخالف، فلمجرد أن يقول كلمة يوضع في السجن مدى الحياة.
تعرضت للتعذيب بالسجن؟ لما تعرض للتعذيب تعرضت للضرب من قبل أهوج في البداية، وضرب يعني ضربت دكتور عارف لكمتين مفاجئتين يعني لما يقول، وسحبه عناصره، سحبوه لأنهم أدركوا أنه تورط في ذلك فسحبوه اتقاء لما بعد. يقال أنه عارف دليله كان يعاقب مرتين، يعاقب لأنه معارض للسلطة، معارض للنظام، ويعاقب لأنه علوي، فهذا كان يعني يشعرهم بوجع كبير جدا وهم يتعاملون معك. يعني أنا كنت أركز فقط على أني أعاقب بسبب مواقفي غض النظر عن، هناك ناس من مختلف الطوائف عوقبوا لسنوات أطول من سنوات سجني بكثير، لكن أنا مقارنة بين زملائي الذين اعتقلوا بنفس التهم في تلك الفترة حظيت بأكبر حكم سجن وهو 10 سنوات، بينما الآخرون 5 وما دون، 2، 3، 5. فيوم دخولي السجن والدتي الموعودة بزيارتي لها، أنا مقيم في دمشق وهي في اللاذقية، وكنا منشغلين جدا في ذلك الصيف في ربيع دمشق وغيره، قلت لها سآتي لزيارتك، كانت عجوز ووضع صحي سيء، وإذ بي لم أحضر لزيارتها، فأصيبت بشلل، كانت كل أعضائها تقريبا غير قادرة على الحركة، لكنها احتفظت بكامل وعيها وبصوتها ونظرها وإن كان يتضاءل قليلا قليلا، وكانت تسألهم أين عارف، وين عارف، أنا وعدني بتوجي، فكانوا يكذبون عليها خلال 6 أشهر ويقولون مسافر مسافر، لكنها لم تصدق بعد ذلك، قالوا لها أخيرا إنه في السجن. بقيت بعد ذلك 2.5 سنين وهي شبه جسة لكنها تتمتع بكامل الوعي والنظر والسمع والكلام. كنت أسألهم كل زيارة كيف وضعها، فكانوا يصفون التردي في وضعها، وكنت أعرف أنها ستتوفى في بين عشية وضحاها. ذات يوم جاء لي العنصر الأمني بالجريدة الصباحية التي كنت أشتريها فورا، فتحت الجريدة قلبت الصفحات فوجدت النعوة التي نشرها إخوتي، فورا أطبقت الجريدة وضعتها على السرير وبدأت أتمشى في الغرفة ذيابا وإيابا. خلال 2 دقيقة فقط هذا العنصر ركض وفتح النافذة الحديدية وقال لي دكتور دكتور هل قرأت الجريدة؟ تظاهرت بأنني لم أقرأ شيئا، الجريدة ما زالت على السرير وأنا أتمشى. قلت له لماذا؟ قال الضابط يريد أن يراها وبعد دقائق نعيدها إليك. قلت تفضل، أخذ الجريدة ولم يعيدونها طبعا. بعد أيام تأتي أختي لزيارتي لابسة السواد، طبعا أنا أعرف مسبقا، لكنها تظاهرت مقابلتنا أمام الضابط تظاهرت بعدم معرفة. أنت ما بدك تبدو أمامهم منكسر. تظاهرت بعدم معرفة، قلت لها كيف صحت والدتك، قالت فأدركت أنها يعني لم يعد هنالك شيء لأخفيه، لكن أعود إلى اللحظة التي جاءتني الجريدة عندما أطبقتها وبدأت أتمشى، قلت يا ترى
يا ترى هل يعني في مثل هذه الحالة يفترض أن يتركوني أو يرافقوني إلى دفن والدتي ويعيدوني إلى السجن؟ يعني ليس هنالك شيء يمنع من ذلك. فترددت يومين وأنا أكتب الطلب ثم أمزقه، لكن قلت الأفضل، أنا أعرف النتيجة سلفا، إنهم لن يفعلونها. بعد ذلك سمعت على راديو المنار، راديو حزب الله، مجاهدة فلسطينية من الضفة الغربية تروي أوضاع الإخوة الفلسطينيين في ظل الاحتلال، وكان من بين ما تحدثت به ما روته أن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي نائب مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين مرحومان لاحقا كان أسيرا لدى إسرائيل، وكلنا نعلم أن دكتور عبد العزيز الرنتيسي والشيخ أحمد ياسين وحماس وكثير من الفلسطينيين لا يعترفون بإسرائيل إطلاقا، وأهم نقطة في برنامجهم هو إعادة فلسطين كاملة لأصحابها الشرعيين. فتوفيت والدته وهو في الأسر، ودون أن يخبره أحد بذلك أطلقت إسرائيل سراحه لكي يذهب لدفن أمه في غزة. خليني أروح لفاصل وبعدين أرجع خبرك عن الشعب السوري اللي ربما بناء على تحليلاتك الاقتصادية الكثيرة ودراساتك ربما كان سينتفض دون أن يكون هناك ربيع عربي. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا مع الدكتور عارف دليل.